السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخصيا لا أستطيع أن أفهم أين تريد أن تصل بنا فيسبوك، فكل يوم نتفاجأ. واليوم قامت فيسبوك، أو ليس اليوم ولكن قبل ساعات، قامت بعمل يعني ميزة جديدة تم دمجها في تطبيق فيسبوك. وهذه الميزة التي تم دمجها في تطبيق فيسبوك هي ميزة سرية، أي أنه لم يتم يعني عمل لها ضجة إعلامية. هذه الميزة يا إخواني، أو هذه الخاصية التي قامت فيسبوك بإدراجها في تطبيق فيسبوك، لا سواء على أندرويد أو آيفون، هذه الميزة تمكن شركة فيسبوك، اسمعني جيدا، تمكن شركة فيسبوك أن تجمع عنك معلومات حتى في حالة إذا كنت لا تستخدم التطبيق، إذا كنت لا تستخدم تطبيق فيسبوك، أي أنه إذا شغلت أي تطبيق آخر في هاتفك فيسبوك يمكن لها أن تحصل على معلومات هذا التطبيق، ويمكن أن تحصل على نشاطاتك في هذا التطبيق. خرق سافر للخصوصية. فالخاصية إخواني ستجدونها هنا، إذا ذهبتم إلى إعدادات الحساب، يعني مباشرة إلى إعدادات الحساب، اذهبوا إلى إعدادات هنا، بعد أن تلقوا هنا انزل معي قليلا إلى الأسفل، ستجد هذه الفضيحة أوف فيسبوك أكتيفيتي، أي حتى إذا كنت لا تستخدم فيسبوك تعطي لفيسبوك صلاحيات أن تأخذ عنك معلومات من خلال التطبيقات الأخرى التي تستخدمها. فكل هذه التطبيقات التي نستخدمها يمكن أن تحصل فيسبوك على معلومات، وبالتالي كيف يمكن أن نحمي نفسنا من هذا التجسس؟ ما يمكنك أن تفعله أخي الكريم هو أنك تذهب إلى مانيج، ثم تدخل الباسورد. مباشرة بعد أن تدخل المعلومات، ما ستقوم به أخي الكريم هو أنه، ولاحظ معي، فيسبوك يعني قبل اليوم قامت بجمع معلومات عني، received April 2020 يعني بشكل متزامن جدا، حتى تطبيقات مغربية. على العموم ما نقوم به هو أن ننقر، ثم تنقر هنا turn off future activity from private، ثم اسم التطبيق. على العموم تنقر هنا ثم turn off، فجميع التطبيقات التي تقوم بتثبيتها على هاتفك ستجدها هنا. قم بحذف أو يعني منع هذه الخاصية من على الفيسبوك حتى لا تقوم بالتجسس عليك، ورجاء شاركوا هذا الفيديو مع إخوانكم للضرورة. كان معكم أمير رغيب، دمتم في أمان الله، لا تبخلوا عنا بلايك سبسكرايب على القناة والانضمام إلى أزيد من 3.5 مليون مهتم بالتقنية.